حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكدت لجنة التخطيط النيابية أن استمرار أزمة انخفاض قيمة الدينار مفتعلة بهدف الإضرار بالاقتصاد العراقي، مشيرة إلى وجود أياد خفية كورقة ضغط من خلال هذا الملف. وقال نائب رئيس اللجنة النائب محمد كريم إن أدوات المعالجة التي اتخذها البنك المركزي العراقي فاشلت بالوصول إلى المعالجات الحقيقية السيطرة على ملف انخفاض قيمة الدينار. ولفت النائب إلى أن المشكلة ليست بشخص حتى يتم اللجوء إلى استبدال هذا الشخص، وإنما يتعلق الموضوع بإيجاد طرق وحلول بديلة وناجعة للخروج من الأزمة. اتهمت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بعض منافذ توزيع الرواتب بممارسة عملية تحويل الدولار داخل وخارج العراق وبيعه للمضاربين خلافا للتوجيهات. وأشارت المديرية إلى أن ذلك تسبب بانخفاض سعر صرف الدينار إلى أرقام قياسية، مضيفة أن بعض أصحاب منافذ توزيع الرواتب يمارسون عملية بيع الدولار فضلاً عن قيامهم بحوالات خارجية ويخالفون القانون والتعليمات. أفادت مصادر مطلعة باتخاذ البنك المركزي العراقي قرارات تتعلق بأنظمة الحوالات وبطاقات الدفع الإلكتروني وإيقافها بسبب استخدامها في تعبئة الدولار وتهريبه. وأضافت المصادر أن البنك المركزي قرر إيقاف إصدار بطاقات سويج وبطاقات أغاتي فضلاً عن إيقاف التعبئة بالدولار لأرصدتهم البنكية التي كانت تتم بسعر الصرف الرسمي بشكل نهائي، مبينة أن ذلك جاء بعد رصد عمليات تهريب للدولار وسحبه من البطاقات في خارج العراق وإعادة تحويله إلى العراق لبيعه مجدداً في السوق السوداء. حذر خبراء في الشأن الاقتصادي من تداعيات عدم تسليم المسافرين لعملة الدولار من قبل بعض المصارف، مؤكدين أن استمرار الأمر سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية واستمرار انخفاض قيمة الدينار. وأضاف الخبراء أن الكثير من المصارف امتنعت خلال الأيام الماضية عن إعطاء المسافرين عملة الدولار بحجة عدم توافره لديها، ما دفع بالكثير من المسافرين إلى شراء الدولار من السوق الموازية، الأمر الذي تسبب بخسائر مادية كبيرة بهم بسبب فرق سعر الصرف في السوق الموازية عند سعر أو عن السعر الصرف الرسمي. وفي خبرنا الأخير، اعتبرت وزارة النفط في العراق أن الأحداث الأمنية أحد أهم العوامل في عدم استقرار الأسواق العالمية. هذا وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن مجموعة أوبك بلس لا تتعامل مع ردود الفعل السريعة للتحديات التي تواجه السوق، وإن تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية من أهم أولويات المجموعة. وأشار إلى أن مدى تأثير الأحداث الأمنية على تدفقات العرض والطلب يعتمد على المدة الزمنية لتلك الأحداث على حد تعبيره. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.